الجماعة عم يدقسوا وراي وأنا خايف يعرفوا وين ساكنين. لا فيصل ما بدها القصة، أنت بس تطلع من الحارة فتح عينك مية تلفت حواليك شوف مين عم يلاحقك. أخي بيني وبينكم أنا خايف كتير. عادي هذا الشي عادي. سيك أخي قداس هات حبيبي هات. أنا مني منهم دغري بعمل عليك رؤوب من أول يوم بتفوت على حارة محارتك من غير شي يعني تحسيطك مقطع موصل لك فيصل. إيه وهلأ شو ساوي؟ لا تساوي شي، اليوم تاخد هارون تخليه قاعد عندك لحتى يجي الشغل. وشو الشغل عمي كداس؟ ها سألتني. كل شي بوقته حلو، بس من إجا الشغل بقول لك عليه وراح منكون معكم أنا وحاميد. ماشي. إيه وأهم شي القصة بين فاخر ومظهر بيك تكون كبرت كتير كتير. ما هي كبيرة كتير بيناتهم، ومثل ما قلت لك مظهر هدد فاخر وعلقت بيناتهم للشيطان الرجيم. أصبحت قربت تعلق بيناتهم للجوز وجهز حالك للضرب فرد مرة. معلوم. ما فهمت شو عم تحكوا تأجراسي. وانت شو سمعت عيون؟ لا ما سمعت شيء، بس سمعت انه ذكر اسمي. ليه بقول لك ليش نذكر اسمك وبقول لك شو راح تشتغل. جاهز تاج راسي جاهز، شو بدك لعيونك؟ هات شاي على عيني.